طيب عايز اسالك على نقطه فنيه يا كابتن طارق. شيكابالا امكانيات عظيمه وامكانيات تاريخيه، واحد من امهر اللاعبين اللي جم في تاريخ الكره المصريه تقريبا، دلوقتي تبدا بيه قدام منافس بيعرف يعني يفرد لعبه على طول الملعب ويهاجم بشكل كويس ويدافع بشكل كويس، ولا تنهي بيه المباراه والفرقه اللي قدامك بدنيا بتقل وتاخد اقصى حاجه من شيكابالا؟ انا بقول 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 على المباراه دي وعلى مباراه الوداد كمان اللي فاتت. بالظبط بالظبط. اكبر خطا ان انت تبدا بشيكابالا في الوقت ده مع فرق المفروض انها فرق قويه وفرق مش نكاته بشيكابالا. السن كريم طبيعي عالي. لا وبالعكس، ده انت لو نزلته في الدقائق يعني في الربع ساعه الاخيره والثلث ساعه الاخيره والنص ساعه الاخيره انت هتاخد اقصى حاجه من شيكابالا وتستفيد منه. واحنا جربنا الكلام ده في مباريات كتيره لما شيكابالا كان بيبقى قاعد احتياطي وينزل كان بيبقى متوهج وبيفرق مع تيم الزمالك. صحيح. وانا بقى كده بحرقه. صحيح. فعلى الاقل لازم شيكابالا تحتفظ بيه، عامل السن مهم جدا. صحيح. تحتفظ بيه وتدفعه في اوقات تنجح شيكابالا وتنجح الفرقه بتاعتك. مظبوط. صحيح.